هو اجتهاد عصرهم لا بقى وخلاص. انا بقول بقى الاتي، انا بقول حاجه تانية خالص، انا بقول ان البخاري ومسلم والشافعي ومالك وابو حنيفه مفيش حاجه بخط ايدهم خالص في العالم، وان اللي بيدرس مفيش، وفي رساله مش اي مخطوطه خالص بخط ايدهم مفيش. اول مخطوطه للبخاري في العالم ترجع تاريخها الى 150 سنه، 105 سنه بعد وفاه البخاري، بعد وفاه البخاري ب 105 سنه عمر المخطوطه كده. والمساله دي وزاره الثقافه العراقيه جابت واحد اديته شهاده دكتوراه في هذا الامر اسمه كركيس عواد، وطلع كتاب اسمه المخطوطات العربيه حتى القرن الخامس، ما فيهاش لا بخاري بخط ايده ولا مسلم بخط ايده ولا ابو حنيفه بخط ايده. لذلك دول مجانين، اللي انا بشار عليهم دول مجانين، بس مش هم اللي بالي بالك اللي هو البخاري البخاري ولا مسلم مسلم ولا 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 ابو حنيفه ابو حنيفه ولا الشافعي الشافعي. دول الابالسه اللي احنا بنتبعهم. الاصنام، انت كنت بتكلمي دلوقتي على الاصنام حضرتك في اول الحلقه. ايوه الاصنام كانت زمان بلت اوت، دلوقتي بقت بلت ان. لو اتكلمنا النهارده عن البخاري ابص الاقي الف مليون واحد ما قراش البخاري بيدافع عن البخاري، بيشهد شهاده زور لصحيح البخاري بانه صحيح دون ان يقراه. انا عندي سؤال واحد، الاسلاميه كلها بتشهد للبخاري زورا بانه صحيح وهم لم يقراوا البخاري. لو قرأوا البخاري لعلموا أن البخاري قال أن المعوذتين ليست من القرآن، ولعلموا أن البخاري قال أن القرآن اللي عندنا اللي معانا ده في معزة كالت صحيح البخاري؟ أيوة صحيح البخاري. وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار مرارا وتكرارا. استغفر الله العظيم يا رب. البخاري بيعدل في القرآن، البخاري يستحل فروج النساء بالباطل. استغفر الله العظيم يا رب. لكن هل أرو ده انت